السلام عليكم أيها الأخوة. طبعا ما أدري أنتم عندكم خبر أن يعني ممكن أي العشير يعرف الموضوع أن طبعا قوات المرتزقة أطلقت مسيل دموع تقريبا قبل أسبوع واحد أو أسبوعين تقريبا أقل يعني. والحين الطفل حاليا مرقب في السلمانية وإصابة خطرة يعني، فدعواتكم إليه إن شاء الله بالشفاء يعني. حاليا يرقب في السلمانية وإصابته خطرة يعني، ومشكورين يا أخوان.